مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم ببرنامج انت اونلاين عبر تلفزيون دبي. عالم الانترنت الاونلاين، هالعالم الافتراضي يلي دخل على حياتنا وللصراحه بطلنا ان قادرين نعيش من دونه. هالعالم فيه كثير من الفئات، ومن فئاته هو عالم السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي. بهالعالم اللي مفروض علينا اذا حبينا ندخل الى عالم السوشيال ميديا ان نتخلى عن جزء كثير كبير من خصوصيتنا. فبهالبرنامج اللي رح نشوفه مع مشاهير من عالمنا العربي كيف عم يتعاطوا مع هالفئه من الاونلاين، كيف عم يتعاطوا مع عالم السوشيال ميديا، كيف عم يتوجهوا لجمهورهم، كيف عم بيكون تواصلهم وقديه عم يستغنوا على جزء من خصوصيتهم. ضيفنا لليلي هو شاب ما عنده مشكلة إنه يستغني عن جزء من خصوصيته، حتى إنه أعلن على الفيسبوك عن عمره. هو من دمياط، هالمنطقة اللي موجودة بمصر، خلق باثنين يناير 1984. محبوب كتير، أعماله كتير حلوة، منا أفلام منا مسلسلات، وقدر يدخل على قلوب الجماهير ويحصل على عدد من المتابعين عظيم جدا على عالم السوشيال ميديا. ضيفي لليلة بحب استقبله أنا وياكم الممثل حسن الرداد. بحاول أتواصل دايما مع الناس وأقول لهم أخباري من خلال السوشيال ميديا، يعني مع أن أنا مش من الناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا قوي. حسن الرداد اعترف بنفسه إنه شوي كسول على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن رغم هالموضوع ما زالت السوشيال ميديا المنبر اللي من خلاله يتشارك حسن مع جمهوره فكل أخباره الجديدة وبعض تفاصيل حياته. لا لا لا، انتظروا، احنا قلنا بعض تفاصيل حياته، يعني هذا السؤال مستحيل تلاقون جوابه لا على تويتر ولا فيسبوك ولا حتى انستغرام. انت هتتجوز امتى؟ مين اللي مش راضي؟ الفيسبوك هيموت كل الفانس بتوعك. لكن الشيء الأكيد اللي جوابه معروف هو مصدر وسامته. يعني لمين الفضل في كل هذه اللايكات على بوستات حسن؟ فالجواب معروف. أهلا وسهلا فيك حسن، كيفك حبيبي؟ ماشي الحال؟ الحمد لله تمام. يعني شرفتنا، ربنا يخليك، بأنت أونلاين. وأنت الليلة أونلاين، فكرة يعني جميلة جدا بتاعت البرنامج، مبسوط بيها، جديدة، مع أن أنا شخص مش يعني أكتف قوي، مش أكتف، مش نشيط دلوقتي على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. أول شيء اسمح لي بالبداية أني أقول لك ألف مبروك. الله يبارك على الفيلم. الله يبارك فيك. البس عشان خارجين. البس عشان خارجين. نتمنى لك النجاح دايما، وبعرف انه اصداء الفيلم كانت كثير حلوه وتصدر المراتب الاولى. الحمد لله، يعني شو بدك تتذكر ان شاء الله. بالتوفيق، ربنا يخليك. مستعد انك تستغني عن خصوصياتك الليله بعالم الاونلاين؟ والله بحدود، يعني في حدود بصراحه، لان هو السوشيال ميديا دلوقتي بقت فعلا اختراق للخصوصيه بتاعت الفنان، ونجاحك فيها وان انت تبقى متواصل قوي مع الناس، مش بس عن طريق ان انت بتبقى الناس بتتابع اخبارك او بتبقى معاهم في الاخبار الاحداث الفنيه بتاعتك، لان هي اكيد مش طول السنه، فبيبقى التواصل عن طريق حياتك الشخصيه، وبتاكل ايه وبتروح فين وبتعمل ايه وكده، فده اكيد نوع انواع يعني اختراق قوي للخصوصيه، فهبقى معاك بحدود يعني. طيب خليني اشوف اول شيء بالبدايه انا وياك هالتشارت يلي موجود لحسن بين فيسبوك تويتر وانستغرام، فبنشوفه انا وياك. اجي؟ لا انت فيك خليك. أوكي. خليك. اذا بتلاحظ حسن، عندك انت على الفيسبوك عندك 5,500,000 متابع، عندك على تويتر 79,000، وشكلك انه على موضوع تويتر مهمل جدا. لا انا ما بفتحش تويتر اساسا ابدا. وكمان عندك على الانستغرام 1.4 مليون. سناب شات مش موجود بين سناب شات قالوا لي انه حدا جبرك انك تفتح السناب شات. حد عمل لي سناب شات بس لسه مش قادر افهمه لغايه دلوقتي. ليه مش قادر تفهمه؟ شوف انا هقول لك على حاجه، انا اساسا في التواصل بحبه يعني محسوس كده او مادي لو جاز التعبير، يعني احب ابقى عن طريق الكلام المباشر مع الناس،
انا من الشخصيات اللي بتزهق من الكتابه. اوكي. فلما بتيجي تتكلم لو كنت تتكلم في هذا واضح 79,000 على على تويتر. لا يعني تويتر تويتر انا اعتبر ما عنديش اكونت على تويتر. اوكي. اعتبرني كده يعني يعني عندي اكونت عشان يعني يبقى عندي اكونت بس انا مش مش قلنا فقره من البرنامج يعني فاهم قليل يعني اقصد ان التفاعل عليه في حاجات معينه بس ممكن الفتره جت تلاقيني متفاعل عليه لان في حركه كده اتعملت فتلاقيك لو بتعمل زي لينك ما بين انستغرام والفيسبوك بيسهل عليك يعني بتفوت من مطرح واحد وبتكب يعني فاهم فبتبعت على كله فده هيخليني الفتره الجايه ابقى اكتف شويه على تويتر. طيب بقى حسن اذا يعني بدي اشوف اي ادائك على مواقع التواصل الاجتماعي يعني من خلال حديثك بعرف انه انا مهمل. اكيد ضايع مهمل اني مهمل عادي او نشيط يعني عادي او مهمل يعني في 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 المرتبه بين مهمل وعادي يعني ايام بكون عادي ايام بكون مهمل. طيب رح نبتدي انا وياك بادائك اونلاين. تفضل. هل الاستفتاء يلي انعمل بادائك اونلاين هو استفتاء اخذنا راي الجمهور وهذا الشيء حصل على مواقع تلفزيون دبي. اوكي. وكمان اخذنا استفتاء راي اكثر من 100 صحافي عربي بين مصر وباقي العالم العربي. والنتيجه اجت على شكل التالي. النتيجة بتقول انه 46% كانت ارائهم ايجابية بادائك. اوكي. بحبوا كيف تتعاطى معهم. والله العظيم دول ناس طيبة والله. دول ناس طيبين وخيرين. ما توقعهاش. اسمع بقى. 18.5% كانت ارائهم سلبية. اوكي. عندهم حق. و 35.5% فضلوا عدم التعليق لانه ما بيهمهم الامر. ماشي. اشكره برضه. شو رأيك بهالنتيجة؟ يعني الناس كلها آرائها كلها آرائها تعتبر يعني مظبوطة لأن أنا فعلا مش ببقى أكتف كتير عشان هيك طلعت النتيجة شوية. التواصل بيني وبين الجمهور أنا بشوف حاجات تانية. أوكي. يعني أنا مثلا ببقى بشتغل بعمل مثلا مسلسل أو بقعد مسلسل بقعد أتصور فيه 3 شهور أو أكتر من 3 شهور غير وقت التحضير وغير وقت البتاع. أنا ما بعرفش إن أنا او انا قاعد بمثل وبشوف الشخصيه والحاجات دي وبتاع يعني انا طول الوقت اقعد اتصور وانزل حاجات بقدر اعمل الكلام ده في في يعني في اوبننج بتاع في بريمير في بتاع فيلم في يعني في اوقات كده معينه. في ناس بيقدروا طول الوقت بشوفهم فنانين دول اكيد اشطر مني في الموضوع ده طول اي لحظه تشيك وفي ناس بقى كمان يروح قاعدين مثلا بناكل في مكان او بتاع يصوروا الاكل. انا مش قادر افهم دي لغايه دلوقتي بس فاهم هو بتشهي المتابعين عندك فعمليه تشهية المشاهد دي مش لا انتبه في احلى منا تصور لنا كشري وتصور لنا طعميه وتصور لنا فول جميل طبعا تشهينا يا حسن حلو جميل بس يعني اقصد في حاجات كتير ممكن انا بشوف ان ايه يعني ممكن ما تفيدش الناس بس هو طبعا الحياه دلوقتي والتطور دلوقتي بقى مختلف وبقت طريقه التواصل ما بين الفنانين وما بين الجمهور ليها شكل مختلف عن زمان يعني انت تبقى معاهم انت بتحس حالك مجبور بهالوضع ولا لا فرحان انك بموضوع اكيد يعني لانه لو انت مش مشهور ومش فنان كنت بتفوت بهالعالم ولا لا على مزاجي بقى يعني اكيد هدخل ممكن فيسبوك اكيد انا الفيسبوك مثلا عندي الاكونت الشخصي بتاعي بقيت ما بتعاملش بيه تقريبا عشان بقى في فيك اكونتس كتير جدا وبيعملوا مشاكل كتير جدا مع ناس فبقى بالنسبه لي فبقى يعني البيج الاوفيشال بتاعتي دي اللي انا بتعامل عليها مثلا فاكيد هو بقى حاجه اساسيه دلوقتي بقى حاجه اساسيه للفنان صحيح ولو جيت تشوف كل نجوم العالم بتلاقيهم طبعا كل تقريبا لحظات وكل وقت وبيشاركوا الناس صحيح اللحظات بتاعتهم يعني صفاتك اونلاين هي في كمان صفاتك اونلاين؟ ايه هي السيجمنت اللي رح نروح عليها هلا. اذا بنفوت على جوجل نكتب حسن الرداد من القصص اللي بتطلع لنا واد مز وجميل زي القمر فعلا شكل ده شيء جميل يا استاذ بسام والله انا ولو تعرف مين اللي قايلها مين هتحبها اكثر مين انت قول بقى مزة. مين بيقول لك واد مز وجميل زي القمر؟ مين؟ مين والله؟ حد كثير قريب منك مش عارف قول ايمي
ايمي سمير غانم. ايوه ايمي سمير غانم. صح، ده كان في برنامج تقريبا. بيتوتي وبيحب يبقى مع نفسه. ايمي برضو ولا لا حد تاني؟ مين بيعرفك بيتوتي وبتحب تبقى مع نفسك؟ لا كل الناس عارفه، لان انا كل اصحابي وكل الناس اللي انا بشتغل معاها عارفين ان انا يا اما بشتغل يا اما في البيت. بس بالبيت مع مين بتقعد اكتر شيء؟ مع امي. مع هي والدتك اللي قايله عنك هذا الشيء؟ والله. كوميديان من الدرجه الاولى. سي من هيدي الصفات. الناقد طارق الشناوي. ممثل مسؤول كمان بتطلع عنك. الممثله صبا مبارك بتقول عنك هذا الشيء. هلا في قصص ثانيه، انا تعرفني دايما بحب. انت قدمت الحلو في الاول وجاي لي بقى في الحاجات. حبيبي انت لازم واحد يستعجل. خليني اشوف انا وياك الفيديو. تفضل. ومن بعدها بقول لك شو الصفه اللي تفضل شفناها. يلا. خرج من الاجتماع قدامه نص دقيقه بس عشان يوصل لعربي. جاءنا البيان التالي. كومبارس صامت. تزعجك كانت هالفكره؟ لا، ده انا كنت في دمياط. وبعدين كنت عايز امثل. هي ده اول موضوع يمكن؟ اول لا لا. اول عمل بتطل فيه ولا لا؟ لا انا كنت عايز امثل قبل ما ادخل معهد فنون مسرحيه، وبعدين جيت القاهره. فمعرفش الدنيا فين تمشي ازاي وايه النظام بتاعهم. وبعدين رحت لحد قال لي روح في مكتب اسمه في كذا، يعني فالمكتب ده بيعملوا بقى افلام وحاجات، مش عارف الدنيا ماشيه ازاي، يعني السينما دي يدخلوا لها منين يعني، وما اعرفش ان في معهد فنون مسرحيه بيتقدموا له ازاي، ويعني ما اعرفش حاجه. فدخلت، فاول ما رحت هناك شافوني بقى المكتب ده، بصوا ايه تك تك بقى، قلت خلاص انا الدنيا لعبت. الدنيا لعبت. قالوا بكره تصوير. بكره تصوير هنيدي. مش مصدق يعني، خلاص ابواب السماء خلاص بقى مره واحده امثل يعني. فروحت بقى اللوكيشن، فين الورق يا استاذ؟ اسال الناس الورق فين وبتاع، يقول لك ساعة اتنين الورق، ما خدتش ورق لسه. مش في عندك مشهد؟ اتوقع انه عندك ورق انت. ايوه عندي. دور. هم قالوا لي في دور. فعادي، فالسينما ما بتاخدش على طول، اللي كنتش فاهم بقى ازاي في تقطيعات، وبتاخد مثلا القعده بتاعتنا دي ممكن اجيب الدخله بتاعتي الاول معاك، وبعد كده الحوار بعدين هيتاخد، فخلاص في هتعملوا كذا ماشي، واحد كده بقى في كلام يعني. استنى اليوم قاعد يعدي 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 لغايه لما اليوم خلص خلاص، وما فيش حاجه، ما قلتش حاجه خالص. ففهمت بقى بعدين ان لا ده يعني الضحك عليا، وان ما فيش ورق ولا حاجه ولا في مشاهد، وان الحكايه ما بتمشيش كده. وعرفت بقى ان في حاجه اسمها يعني المعهد في الفنون المسرحيه، وان اقدم في المعهد. فرحت بقى عملت المشاهد ودخلت معهد الفنون المسرحيه. الفرق بس على فكره، انا الفيلم ده انا لقيته، انا نزلت صور عندي على الفيسبوك، كانت الناس مش واخده بالها منه، انا نزلته على الفيسبوك. بس هو الفرق ان في حد ممكن يبدا حياته الفنيه، هو مش عيب طبعا. لا طبعا مش عيب، هو بس في حد ممكن يبدا حياته الفنيه انه يروح مثلا يشتغل حاجات صامت، ادوار صامته مثلا. بس انا بالنسبه لي ما كنتش رايح ابدا ان انا اعمل ادوار صامته. انا بضحك رايح واثق انه في ورق. انا رايح خلاص مع تمام، وحسيت ان انا خلاص مش عارفين انا مين بقى يا جماعه. لا انا وبعدين بقول لك، اول ما دخلت الدنيا اتقلبت اول ما شافوني. طيب فخلاص خليني اشوف انا وياك. هذه صفه تانية كمان انا راح اعطيك اياها، ما بعرف كمان حمدي بيوافقني عليها. بس هنشوف هلا. يعني الصفة اللي ممكن تطلع هون مطرب شعبي بامتياز. ربنا يخليك. 62 مليون شخص شاهد هالفيديو.
شو بدك أكتر من هالقد عدد من الناس سيعترفوا فيك إنك مطرب شعبي؟ يا سلام. دي حاجة مع إن صوتي وحش بس يعني دي حاجة جميلة. إيه صوتك وحش أنت شايف؟ لا ده أنا بحب الغناء الشعبي جدا جدا رأي. جدا بقى طول عمري وأنا صغير. وبعدين كنت حابب إن أنا أعمل أغنية في الفيلم مع محمود الليثي. ليثي أنا بعشقه وبعشقه من الأصوات الجميلة جدا 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 صحيح. جدا وصوته فيه بهجة بيحركك جميل. وبعدين تشوفه وتسمعه في مطربين ممكن تسمعهم بس أو بس فكرت بعدها انه ممكن تعمل أغنية شعبية ولا لا اعمل انا لا ما فكرتش بصراحة. يعني هو الواضح انه انت فنان شامل. خلينا نشوف انا وياك هالفيديو. انا وسام بص انا انت مقلقني. ما بقول لك يعني صراحة يعني بص صراحة إيه؟ لحد يرقص بالطريقة دي محترف. شفت شفت. شو حصل؟ أولا أنا بحب المشهد ده جدا جدا. لا ده رائع يعني وبده جرأة. لأنه دي النقطة إن حلاوة المشهد بالنسبة لي هو أصلا في اتخاذ القرار إن أنا أعمل المشهد ده لأن ناس كتير قوي تخاف منه. صحيح. وحتى يعني مؤلفين انت مش بترقص بس ولابس بدله رقص يعني لابس بدله رقص وخلي بالك ان في كمان يعني في اداء كمان يعني فاهم بوشك وبتاع مش مساله ان انت يعني ودي فتحه البق ومش عارف يعني كنت انا ايه واخد حاجات كده من الناس واعملها فكان طبعا هو مشهد جريء وده بالنسبه لي كنت بكسر بيه فكره ان بين قوسين يقولوا جان فلازم يعمل حاجه معينه بس فانا بكسر ده طالما انا قادر وعندي موهبه ان انا ممكن اعمل حاجات مختلفه وعملت المشهد وكنت عارف يا اما هينجح يكسر الدنيا زي ما بيقولوا يا اما هلبس لبسه جامد يعني هيسقط يعني لو حطيت لك موسيقى شرقيه دلوقتي هترقص ولا هترقص؟ اكيد لا طبعا لان هنا لان هقول لك اللي بيرقص هنا مش انا هو يعني انا حاطط في دماغي ان انا طيب حسن شوف شوف هالفيديو قال لي مين بيرقص هلا البس علشان خارجين. هون مين عم يرقص؟ أنا الكاركتر ولا حسن؟ لا لا هنا حسن هنا حسن هنا حسن بس رأسه مختلف عن التاني بتاع هون كانت بافتتاح في الجولات اللي كنت بعملها في العيد إن أنا كنت بحضر الفيلم مع الجمهور فيعني بحب إن أنا عملت كده في فيلم زنق الستات وبرضه في الفيلم ده إن أنا يعني بفاجئ الناس في آخر الفيلم خالص بطلع على المسرح وكده يعني بس تشوف انه هيدي ماده بحبوها الناس عندك هيدا الفيديو اخذ 65 ألف فيو على الانستغرام طب حلو يعني هون بلشت تلاقي الماده هيدي فينا نقول باول فقره من البرنامج احنا بلشنا نلاقي الماده اللي بتجيب مش متابعين والناس بيحبوا هي شو هي حسن بيرقص بس الجديد كله بقى كله فيديوهات رقص كلها حسن رح تابع انا وياك لقائنا بانت اونلاين الليله ولكن بعد الفاصل اوكي بريك ورجع نرجع نحن وياكم مشاهدينا بحلقتنا لليلي انت اونلاين مع الممثل حسن الرداد برجع برحب فيك من جديد حبيبي سرحنا مطرح نحن ورجعين برجع رحب فيك يلا الترحيب واجب حبيبي وضروري انت بتعرف اخ وصديق حبيبي ودائما بنبسط بوجودك هو شعور متبادل والله الفقره اللي جاي علينا هي انت على الفيسبوك اخش عليها بقى على الفيسبوك دخل لك ايوه بقى خلنا مع حد الفيسبوك
خليني نشوف انا وياك على الفيسبوك. انت عندك 5,500,000 تقريبا متابع. انت بالمرتبه، بتعرف اي مرتبه انت بين الفنانين المصريين؟ لا اكيد قليل يعني، اكيد انت بين النجوم الممثلين انت بالمرتبه العاشره. أوكي. بالمرتبه الاولى بيجي عنا الممثل القدير عادل امام، المرتبه الثانيه احمد السقا، والمراتب اللي وراها وصولا للمرتبه التاسعه محمد هنيدي، المرتبه العاشره هي الاخ العزيز حسن. طب كويس ان انا اخذت العشره، كويس اخذت يعني ضمن اول عشرة. يا حلوين، ضمن اول عشرة حلوين، ما كنتش اتخيل. طيب عسيره احمد السقا، انت حطيت فيديو على الفيسبوك. بتتذكر وقتها كان في الايس بوكت تشالنج؟ خلينا نشوفه انا وياك. الثلج، انا قبلت تحدي نور وكريستين في الايس باكت تشالنج، وبتحدى احمد السقا ومجدي كامل وكريم السكري. الثلج فعلا، الثلج بيبقى ليه. مين جاوب؟ مين رد عليك من الشباب؟ احمد السقا. اللي انا شفته الفنان الاستاذ مجدي كامل بس. ده اللي انا سبكي ما عملش. بتهيألي لا. واحمد بتهيألي برضه لا، بتهيألي كمان لا اعتقد. طيب خلينا نشوف انا وياك هالصوره، كمان نزلت على فيسبوك. هني كذا صوره. هالصور هني بيرجع فيهم لعام 2014. انت كنت موجود وعم بتأدي مناسك الحج. كنت نايم في ال... ونزلت الصور. 2014 2014 ولا اي سنة؟ 2014. طيب قد ايه اليوم في مسؤولية عند الفنان اليوم وقتها بتنزل صورة فيها التزام ديني، فيها التزام روحي، فيها التزام ايماني؟ بيأثر بكثير من الأشخاص. 5,500,000 شخص متابعينك اليوم عم بيشوفوا حدا آيدل بالنسبة لإلهم، هو مثال بالنسبة لإلهم، عم بيأدي مناسك الحج، عم بيكون مؤمن، عم بيكون عنده روحانيات حلوة. قد ايه بتخليك هيدي تحمل واجب إيماني وإنساني قدام هالأشخاص إنك تكون قدوة لإلهم؟ وفي النهاية خالص أنت بني آدم، أكيد بيبقى ليك حاجات صح في حياتك وحاجات غلط، بس أنت دايما بتحاول أنت تروح ناحية إن أنت تبقى صح، لكن اكيد مش في كل الاوقات الواحد بيبقى قادر ان هو يعني يبقى موفق في كل تصرفاته او في اختياراته او في whatever يعني. فطبعا لما انت بتعمل حاجه ليها شكل يعني حاجه دينيه، بتبقى الناس بتبقى حابه ان انت بيحبوك ويشوفوا ان انت يعني ملتزم كمان وعندك روحانيات وعندك صحيح. فيعني دي تبقى حاجه حلوه. بتحاول بقى دايما ان انت يعني تمشي بتصرفاتك كويس على قد ما تقدر، على قد ما تقدر يعني. ان شاء الله دايما بتقدر. طيب حسن، خلينا نشوف كيف موزعين المعجبين او الفانز عندك على صفحتك بالفيسبوك. هل الفانز الموجودين حسب البلدين؟ اولا عندك مصر، بعدها في العراق، المغرب، الجزائر وتونس. هولي اول توب فايف. مصر، العراق، المغرب، الجزائر وتونس. يعني عندك ثلاث بلاد من المغرب العربي بيحتلوا بالمراتب الخمسة الأولى. أكيد مصر أول شيء، العراق، مغرب، تونس، والجزائر. والله طب حلو، شمال أفريقيا عاملة شغل جامد. عندك كوريا الجنوبية وفي شيء 4,000,000 من الصين. وكانوا عاوزين يحضروا الفيلم بس ما قدروش. لا مش مشكله، انا ببعت لهم سامحهم. ماشي نعمل لهم احنا ترجمه. لا بس عاجبني قوي الاحصائيه اللي انتوا عاملينها دي. يعني انا بالنسبه لي انا كفنان ببقى مش عارف برد الناس من لازم تهتم بجمهورك في المغرب العربي. طبعا نحن على فكره هالاحصائيات كلها بنجيبها من شركه عالميه، ونحن بنشتغل مع سوشيال بيكرز اللي هن عم يهتموا بكل هالاحصائيات اللي دي حاجه ممتازه ومهمه جدا بقلب الحلقات. ملاحظ من الملاحظ على صفحتك بفيسبوك انه انت ما بتتعمد انك تحذف الاراء السلبيه اللي بتكون موجوده، بتتركها. بتحذفهم شيء ولا يعني من القصص اللي شفناها انه موجود؟ لا من الامور السلبيه. تحذف ايه؟ مش حتحذف؟ لا تحذف. طيب جاهز انك تسمع كم راي سلبي؟ جاهز؟ ده ده
أول كومنت، أنا ناقل الكفر ليس بكافر، أنا عم بنقل. قول طيب أنا رح ساعدك فيها. فيلم عم بيحكوا هلأ مؤخرا، فيلم بايخ جدا، ما فيش قصة ولا هدف منه، يعني الواحد دفع فلوسه على الفاضي. معلش أحد اسمه من الجمهور شيرين محمود. أنا آسف شيرين والله، معلش إن شاء الله المرة الجاية الفيلم الجاي بحب. هلأ على سيرة أنه دفع فلوسه على الفاضي، أنت قبضت فلوسك من الفيلم ولا لسه؟ طبعا قبضت فلوسك، لأنه في حد كان حابب يعرف وبيقول حسن من السينما دي للسينما دي دوخ نفسه علشان الفيلم يجيب إيراد وعلشان ياخد بقى فلوسه من السبكي. أسامة عطية. أقول له أخذت فلوسك، طمنه لأسامة. أخذت فلوسي كلها على داير مليم وزيادة. وليه داير من سينما لسينما؟ هو بس في نقطة، يعني دي كومنتات طبعا بتبقى أخذنا عيني إحنا منها من هالكومنت. بتبقى مش نقد. دي فيها مش عايز أقول غيرة أو فيها إيه، حد بيتخانق معاك يقول لك إيه حسن من السينما ده للسينما ده دوخ نفسه علشان الفيلم يجيب إيراد عشان ياخد بقى إيه، يعني ياخد بقى فلوس، يعني إيه، يعني كلام ملوش علاقة بالحدث. في ناس بتكتب حاجات مش بيبقى بينقد حاجة أو بيقول رأيه إنه عجبه أو ما عجبوش، بتلاقي فيه كلام إيه بيعايز يخبط، فأنا بقى أقعد وافضة بقى أقعد أغلط أو بتاع؟ لا طبعا. طيب حسن، عادة كثير من المشاهير اليوم بيكونوا حريصين على كل صورة بدهم ينزلوها، وحتى أيام كثير بيعملوا فوتوشوب لصور وما بينزل ولا صورة إلا ما تكون محضرة ومشغولة مزبوط. خلينا نشوف صورة أنا وياك. لا لك شفت نفسك ولا مش عارف نفسك؟ عارف نفسك. اللي عامل زي السنجاب. هيدي دليل على شو هالصورة؟ دليل على الهبل. دليل على سقة. دي كنا في فيلم جواز زميلي. بس عادة يعني عم بقول لك في كثير من المشاهير بيكونوا حريصين على كل صورة. أنا ما عنديش النقطة دي خالص بتاعت إن ما هو صورة عادية. أنا بحب حياتي العادية او شخصيتي العاديه، دليل طبيعي وارتياح مع النفس. تبقى موجوده الناس، مفيش حاجه غلط يعني. فما عنديش فكره بقى ان ابقى بحسود ولازم بوشي عامل ببص على الصوره ومفيش خالص. يعني انا ناس كمان ساعات كتير بتصور معايا وببقى في سي مثلا في مستشفى. صحيح. كويس، فبتبقى تعبان او مبهدل او مش عارف ايه، ما بقولش الناس لا. يعني في ممكن ناس تقول لك لا عشان شكله مش، فانا ما عنديش الافكار دي. هلا دايما انه بموضوع الكوميديا دايما يقال انه الشخص اللي بيشتغل بالكوميديا مش لازم يكون عنده اللوك اللي والوسامه اللي عنده اياها حسن. انت بهالموضوع شوي عم تغير هالصوره النمطيه عن الكوميديا. دي حقيقه، وانا كنت قاصد ده في فيلم زنق الستات وفي مشهد بتاع رأس بالتحديد، لان في ستيريو تايبس كده انه تخين يبقى دمه خفيف، صحيح. اسمراني يبقى ممثل جامد، قصير جاني يبقى ما اللي بيقولوا عليه جاني، يعني يبقى ما يعمل دمه مش خفيف او ما يعملش كوميدي. دي كلها حاجات غلط، وفي زي نوع انواع القولبه كده ان ما تكسرش ان انت جان فلازم تبقى في الحته اللي ايه كل حاجه مظبوطه وشكلك وجسمك. لا، لازم انا قادر اعمل حاجه ممكن اكستريم خالص الناس ما تتوقعهاش، ان اعمل حاجه كوميديه ومش كوميديا اللايت بتاعت، لا ده كوميديا اللي هي اكستريم تعتبر فرس او بيعملها الكوميديانات فما تعملها يا تنجح قوي يا يعني. هيدي عن قصد طبعا، احنا عارفين انه نحن ناس وسيمين وشب حلاوه، بس لا انا قصد اني اعمل مش عارف ان انا وسيم، هي وسامه دي اصلا شيء يا اخي مقبول، يا مقبول شغالين يعني، فاهم انت؟ لكن انا مش عايز احط نفسي دايما في حاجه، انا طالما عندي موهبه واقدر اعمل اكتر من حاجه هعملها. طيب ما عنديش حسابات يعني. لكن هيدا انت على الفيسبوك مرتاح؟ كيف كانوا جوك على الفيسبوك؟ لذيذ وخفيف جميل قوي وعزه حلو. طيب انا جاي لك على التويتر. خش لي بقى، تلاقيني نايم انا في التويتر. تلاقيني نايم على التويتر. اوكي عظيم. راح قبل التويتر راح نشوف انت على الانستغرام. انت بتحب الانستغرام؟ انا بحب الانستغرام اكثر شيء. بتحبه اكثر من فيسبوك هلا؟ بس نزلوا لك فيسبوك لايف، صرت تحب فيسبوك لايف. هبتدي احبه بشكل تاني. والانستغرام جميل انه سهل يعني فاهم. صحيح. خلينا نشوف انا وياك هالماده اللي عندك اياها على ال. اوكي، لك ثلاث صور راح نشوفهم. نطه واحد، نطه اثنين، وبرضو نطه ثلاثه. شو قصة النط يا عشق النط؟ عشق النط.
ده انا عايز اقول لك في صور تانية برضو عندي فيها نط كده بس ما حطتهاش على الانستغرام. مش حطتها بقى؟ بس انا اكتشفت، لان اكتشفت ان انا بحط بعمل عندي صور كتير بنط فيها وبنزلها، بس ما اعرفش بيبقى المكان شكله حلو، بتبقى على في ارتفاع عالي فبتبقى يعني هي بتمثل العفويه. انت فيها انطلاق، يعني يمكن شخصيتي فيها من الاحساس ده اللي هو انت طاير كده ومبسوط وسعيد، وفيها الصور دي فيها انطلاق. طيب حسن، بتعرف انه صورك بمجملها على الانستغرام ثلاث ارباع الوقت او 90% منها هي بتعكس شغلك وبتعكس الشيء اللي انت عم بتعمله بعيده عن حياتك الخاصه. قاصد هذا الموضوع، ما بتحب ان الناس تعرف بحياتك الخاصه؟ يعني بحاول ان انا ابقى مشارك الناس في الجزء اللي ليه علاقه بالشغل، اللي ليه علاقه بالحياه الشخصيه، بس محدوده يعني شويه. فهتلاقي مثلا الصوره اللي لابس فيها احمد دي كانت مالهاش علاقه بالشغل، يعني حاجه شخصيه في سفريه وكده، لكن بتبقى عندك طبعا في نفس مثلا السفريه دي كنت بسافر مع عيلتك او مش عارف ايه، مش يعني انت اكثر شيء قريب ومتعلق بوالدتك واختك. بس قليل تنشوفهم على السوشيال ميديا معك. ليه؟ والله ما يعني مش كتير فعلا، بس انا بخاف عليهم فبحب ان احنا الله يخلي لك اياهم وتضل. بس مش بخاف، يعني مش قصدي ان يعني الناس حاجه وحشه، بس يعني مناسبات عادي كده. راح نشوف انا وياك حسن اثنين فيديو. اوكي. ومن بعد هالفيديو بدي اياك تختار واحد منهم كنت بتتمنى انه ينحذف عن الاونلاين. اوكي خلينا نشوف انا وياك. هو بيتحمل مسؤوليات اكثر مني، هو اصغر مني، بس يعني انا احب الحياه واحب عرفت بخبر الحادثه ازاي؟ لا انا كان معايا في احنا عملنا حادثه يعني، بس مش عايز انكد على الناس في لا هو انتوا الاثنين كنتوا في العربيه؟ كنا في عربيه وامي معايا وعملنا حادثه وتوفى هو على طول. مين اللي كان سايق؟ انا. احنا كنا راجعين من القاهره والساعه 7 تقريبا، او يعني ميعاد معين، كان في الرئيس كان عامل مش عارف بيحضر حاجه في قاعه المؤتمرات في مدينه نصر، فاتحجزنا حوالي ساعه ونص تامين عشان تحت الكوبري كده. فطبعا كل العربيات كانت مسدوقه وتعبانه جدا. بعد ساعه ونص يمكن ساعتين كمان طلعنا على طريق اسماعيليه، فكل الناس كانت تعبانه ومجهده وبتاع وكده. فكان عربيه تريلا كبيره سواق نايم تقريبا او حاجه دخل فينا، فثواني يعني. حسن، اثنين فيديو اللي شفناه هون، واحد عم تحكي فيه عن اخوك الله يرحمه اللي توفى بحادث وكنتوا سوا، والفيديو الثاني هو بمراسم دفن الفنان الكبير نور الشريف يلي هو مين الاب الروحي اللي كان لك الله يرحمه طبعا، واللي قدمك للاضواء. دي حقيقه فعلا. اي واحد منهم بتحب انك هيك تحذفه عن الاونلاين؟ احذفه معنى ان مش عايز اشوفه يعني؟ ما يكون موجود على الـ الاونلاين. مش لازم احذف واحد يعني؟ لو هحذف حاجه احذف الفيديو الاولاني، بس ما عنديش مشكله ان الفيديوهين موجودين، لان انا اكيد لو مش عايزه ما كنتش قلت يعني الكلام، بس إن اللي انا قلته في البرنامج. لكن الفيديو بتاع الاستاذ نور طبعا الله يرحمه، هو يعني زي ما انت قلت بالنسبه لي اب روحي، وهو طبعا فنان ملك الجمهور الكبير في العالم العربي، فلو حذفت الفيديو فموجود ملايين الفيديوهات بالنسبه له، ناس من حبها وشايفاه وكده. لكن التاني حادثه فرد شخصيه، فيعني بلاش يعني يبقى في حاجه ننكد على الناس يعني. هذا انت على الفيسبوك وعلى الانستغرام. انا وياك رح نتوقف مع فاصل، ومن بعده رح نروح نشوف عالم التويتر يلي هو انت هم للاخر للاخر للاخر. بريك ورجع.
رجعنا نحن برجع برحب فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا شرفتنا يا حبيب القلب. اهلا وسهلا فيك حسن. انت على تويتر. الله الله، انت موجود على تويتر اصلا؟ مش موجود اساسا، مش موجود. طيب المفروض الغي الاكونت التاني. عاده التويتر بنلاحظ انه عالم التويتر هو الانسان اللي بيعطي راي فيه. تويتر مخصص بعالم السوشيال ميديا لأرائك. حقلك أول تويت شو هي؟ بتقول اتهام السبكي وحسن رداد التسريم فيلم حلمي، أزعجني جدا الخبر ذا، مش عارف الناس بتجيب الكلام ده منين، ألف مبروك يا حلمي. يعني هالموضوع زعجك لدرجة أنه اضطريت اللي ما بتستعمله بحياتك. والله شفت بقى للعزيز القوي. يعني والله العظيم. يعني وقت اللي قررت انه هالقد مستفز بموضوع قررت انك تتكلم على تويتر. ايوه. وبعتت للفنان احمد حلمي اكيد كمان فيلمه الجديد لف ودوران. لف ودوران وباركت له على 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 تويتر. بص انا انا فاهم الخبر ده لما نزل انه هو تسرب على الانترنت الفيلم. الافلام كلها خلاص نازله يعني على طول موضوع التسريب ده والقرصنه وبيحاولوا ان الناس بتشيل افلامها تحاول يعني. لكن انا فاهم ان الخبر ده لما نزل ان اكيد احمد حلمي مش هيصدق او يحط في دماغه ان انا نزلت الفيلم، لان انا اكيد فيلمي كمان هينزل والافلام كلها بتنزل زي ما بيحصل في الافلام كلها. لكن يعني كان في الفترة دي نزل عني خبر يعني في ناس منافسين فانا نزلوا يعني اخبار كده انه الخبر التاني انت اللي سربت الفيلم. وخبر تاني، فحاجة كانت بالنسبة لي يعني غريبة، بس فحبيت ان انا اكتب تعليق عشان يعني انت أوضح. حسن اليوم الغرامة الشرطة في مصر لما واحد بيسوق وبيتكلم على الموبايل او بيعمل حاجة لها غرامة؟ كم؟ ما أعرفش كم. خلينا نحسب قد كم يعني 100 جنيه 200 جنيه 300. والله ما أعرف. خلينا نعتبر 500. لا مش للدرجة دي بتهيألي. 300 أي حاجة أقول أي حاجة. طيب أي حاجة أنت عليك 1200. أنا؟ إزاي؟ إذا كان 300 عليك 1200. أول تغريدة بتقول فيها أحب أطمن السادة قائدين السيارات، اي حد رايح مصر الجديده ما يروحش عشان الطريق هيجيب الضغط والسكر. واحد. ما شاء الله رحت مشوار بياخد ربع ساعه في 3 ساعات النهارده، الزحمه بقت مش طبيعيه. ايه الزحمه دي يا جدعان؟ ثالث واحده. نفسي اعرف يوم ايه والساعه كام البلد ما تبقاش زحمه. دول 4. وانت هتلاقي دولت الاربع مرات اللي نزلت فيهم اصلا. يعني انت قاعد في السياره وبتكذب. دي غرامه. دي لا اول شيء غرامه. لا 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 في سواق بس. في سواق بيبقى سايق. طيب الغرامة علينا. لا 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 بس الزحمة اصلا انا بكره الزحمة اكيد كل الناس، بس بتعصبني. بس دي الزحمة اللي هي مش عادية. لو انت واقف في العنال ما بتتحركش. طب لما بتعرف انه سبب الزحمة بيكون حاجة حصلت، شو بيكون رياكشن يعني؟ اكيد طبعا حاجة بتضايق اكيد طبعا. اسمع هالتويت. أزمة مرورية في وسط البلد بسبب حسن الرداد. انت يعني بيزعجك وبتاخد دقيقة يعني. ما انا بقول لك انت تفضل واحد قاعد معاك مقلق لغاية لما الحلقة تخلص. شو يا حسن انت اللي عامل الزحمة؟ طب ما احنا قعدنا في الزحمة كتير بقى يا موسى، يعني جت علينا مرة. جت علينا مرة نعمل. ولو جاء يعني انتوا 90 مليون لو كل واحد عمل نهار زحمة. يعني نقول 90 مليون يوم زحمة. 90 مليون. ده كان في الفيلم. والعيد بقى والعيد زحمة وبتاع، وكنت نازل أحضر الفيلم مع الجمهور في وسط البلد وناس شافوني في شارع في وسط البلد يعني شهير، وجت بقى الناس زي ما أنت شفت كده وكانت مبسوط جدا يعني. طيب حسن من الملفت هيك نحن عم نطلع على التويتر عندك إنه آخر حدا عملت له فولو كانت أبلة فهيتة. يا شوف وهتلاقي مثلا لو في حد قبليه، انا اصلا ما اعرفش انت بتطلع منين اخر حاجه وبتاع، فدي حاجه كويسه الاحصائيات دي. لكن سوشيال بيكرز. احنا نقعد ناخد درس بقى. اخر حدا قبله فهيتة شو بتحكي معه على تويتر مثلا، او شو بيلفتك مثلا انك بدت؟ لا قبله فهيتة رحت عملت معاها حلقه انترفيو صحيح. ويوميها بقى عملت فولو. وقعدنا بقى شويه على واجب يعني تويتر كده. لا 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 انا اولا اتبسطت جدا في الحلقه
كانت حلقه لذيذه جدا. صحيح. والناس الموهوبين سواء اللي بيعمل ورا هالشخصيه صح. اه ناس يعني موهوبين جدا ودماغهم وزنهم حاضر ومحترمين ومهذبين جدا، فانا يعني ايه حبيتهم فعلا. ونبقى على اتصال كل دائم، بس تليفون بقى مش تويتر كله. طيب وصلنا احنا وياك لفقره اسمها دكتور اونلاين. دكتور اونلاين، دكتور اونلاين بياخد جزء من مواقف اللي عندك اياها على السوشيال ميديا، صور فيديوز شو ما كان، وبيحللها. فعلا جاهز تشوف التحليل؟ اه يلا خلينا نشوف. حسن الرداد شاب شبه مثالي جميل جدا، معجبات فيه كثر، ولكن يعيش حالة معينة من الحزن الدفين نتيجة خسارة شقيقه بحادث سيارة كان هو عم بيقودها للسيارة. لا شك بأنه في شيء من الملامة الدفينة عنده، الملامة الذاتية. يعني طبعا أنا ما نسيتوش خالص لغاية دلوقتي، كل لحظة في حياتي أنا فاكره فيها. فات زمن بس أنا مش حاسس بالزمن. واضح أنه عدم تعبير حسن عن حزنه على السوشيال ميديا له أسباب نفسية. الحزن ظاهرة شخصية، المعاناة التي مر بها تحتم عليه أن يكون دائما مرحا وفرحا من باب التعويض عن الحزن، اسمه The Theory of Compensation بالسيكولوجي. لهالسبب منشوف حسن عم يرقص كتير وعم بيمارس أنواع مرح وفرح علنية جدا. اشمعنى إيمي سمير غانم؟ عشان اشتغلنا مع بعض كتير. يعني انتوا هتتجوزوا ما هتتجوزوا ولا مش هتتجوزوا؟ في حد يسأل سؤال؟ عدم حسمه لعلاقته مع إيمي سمير غانم يقوم على المبدأ القائل بأن حياتي العاطفية ليست ملكية عامة، أو قد يكون يعاني من خوف من الارتباط بانتظار جلاء بعض المواقف الأساسية في حياته، أو من الناحية الإعلامية إحصائيا يقال بأن الذي يرتبط بأنثى وبيكون شعبي جدا مع الجنس اللطيف يخسر جزءا من معجباته. يلا يا بنات حيين حيين حيين، الهز مش ممكن. يلا يا قطر، يلا يا وز، يلا حيين حيين حيين، برافو عليكم، بحبكوا قوي. خمسة موا، خمسة هوانيو، خمسة يلا بقى. أيوة بقى إموا. التمرد على صورة الشاب الوسيم وإظهار نفسه هلأ بمظهر الشاب الكوميدي يدل على أنه يريد أن يثبت للناس بما لا يقبل الجدل بأنه قادر كل القدرة على ممارسة أي دور سينمائي وأي دور في أي مسرحية أو مشهد تلفزيوني، وأنه متعدد المواهب. لنك الوردي ده اللي بينا ده غلطة كبيرة قوي. حسن الرداد بصفات خمس إنسان قادر على استيعاب الجماهير لأنه محبب، موهوب، كتوم، حزين بعض الشيء. نجاحه سيكون محكوما بقدراته التفاعلية، وعليه أن يكون أكثر قابلية لتقبل وجوده في المجتمع من كونه ممثل قبل أي شيء كإنسان ناجح. لذلك أنصحه أن يكون بعض الشيء منفتحا على هذه المقترحات. والله أنا مبسوط جدا بالكلام ده، وفي كلام كتير اتقال اللي ليه علاقة بشخصيتي مظبوط. ولكن دكتور مثلا قال أن أنا ما بشركش الناس في الحاجات الحزينة، عشان يعني كل الناس عندها مشاكل، يعني أشرك الناس صحيح في حاجات سعيدة أكثر أو أحداث جميلة تفرحهم. فعلا الارتباط بخوفك؟ لا، دي نقطة برضو كنت أعقب عليها. فكرة أن أنت ما بيخوفنيش الارتباط، لما ارتبط هعلن أن أنا مرتبط. في حاجات بتبقى شخصية، هو الدكتور قال في كذا أنت شخصي أو بتخاف على المعجبات أو كذا. أنا الجزء دي مش موجودة عندي خالص. أنا لو عندي محاذير أو بخاف كنتش عملت حاجات كتير، وكنت مشيت في الكتالوج اللي مفروض الناس تقولك تمشي فيه. لكن بختار حاجات بكسر فكرة أي حدود، عشان في النهاية الناس تبقى متقبلاني إن أنا بعمل. في ممثلين أنا بقابلهم نفسهم يعملوا حاجات وبيخافوا. حكي عن هالفكرة اللي انت عم تكسر فيها النمطية. انا ما كنت مبسوط جدا من رأيه ده، وبلاقي نجوم ونفسه يعمل كذا وانا خاف، لا الناس حطاني في ده غلط، حطاني ده. انا ممثل اعمل كل حاجة. وفكرة المعجبات والبتاع، انا بحب كل الناس اللي بيحبوني، اولاد بنات.
بحترمهم كلهم، وفي النهايه خالص انا مؤمن جدا بجزئيه الرزق طبعا. فانا دلوقتي مكتوب لي اعمل 10 افلام ومسلسلين هعملهم، متجوز مش متجوز هعملهم، وفي نفس الوقت الرزق على الله. فما عنديش مشكله خالص من كده. بريك وبنرجع بنكمل انا وياك حسن. برحب فيك. برحب فيك يا استاذ اسامه. المره 59 مره 59 برحب فيك. عارف جبنا عن بعض في الفصل بنسيب بعض. بنسيب بعض. حسن يعني قطعنا بهالمراحل في قصص شفناها كانت على فيسبوك على انستغرام على تويتر، وبعرف انه تويتر رح يكون لك مبادره جيده لإله من بعدها. هلا الوقت صار انك انت تتفاعل. هلا الفقره انه صار وقت تتفاعل. رح شوف انا وياك على الشاشه هني خمس صور مثل ما عم تشوف قدامك. الفنانه هيفا وهبي يلي اشتغلت انت وياها ب مولد صاحب غايب. مولد صاحب غايب. الفنانه ميريام فارس كي. اشتغلت انت وياها باتهام. احمد حلمي هو صديقك وباركت له. الاعلامي باسم يوسف. وفيفي عبده. اوكي اوكي بدك تتفاعل هلا. جاهز؟ جاهز تفضل. لمين بتعمل بلوك؟ بلوك؟ ليه عامل بلوك؟ ليه الناس كلها حبايبنا عم تتفاعل. إذا اضطريت تعمل بلوك لمين بتعمل بلوك؟ لا ما مش هعمل بلوك، أنا أحب الحوار والرأي والرأي الآخر وتاخد وتدي معايا كده وسام. تعمل لي بلوك إيه يعني؟ لا ما أعملكش بلوك. أحب أنا أحب أتحاور وأتناقش لمين بتعمل فولو؟ فولو اعمل لهم كلهم. قصدك اختار حد يعني؟ ايه واحد منهم مش عامله فولو بتعمله فولو. انا عامل لمدام فيفي عامله بس. اوكي هتعمل للاربعه الباقيين فولو؟ نعمل فولو. لمين بتبعت دايركت مسج؟ اذا هلا اعطيتك الخيار تبعت دايركت مسج وتقول لهم شيء، حدا منهم شو بتقول له بتبعت له؟ دايركت مسج يعني ما يشوفوها كل الناس. ابعت لمريم فارس. هتقولها ايه؟ عشان مريم فارس عملت معاها مسلسل اتهام في 2014 و لم نلتقي خالص يعني، فبعت لها مسج و شو بتقول لها فيه؟ اقول لها اسلم عليها واقول لها كل سنه وانت طيبه واتمنى ان شاء الله نلتقي في عمل ثاني قريب باذن الله. مين منهم ما بتقبل تتصور معه وتنزلها على انت عايز ايه؟ انت عايز ايه يا اسامه؟ انت عايز ايه؟ عاوزك تتفاعل. عايز ايه؟ انا عاوزك تتفاعل. يا عم سيبني في حالي يا عم، انا اتفاعل انا مع نفسي. انت هتتفاعل دلوقتي؟ هو في حد بياخد حاجه بيقوم انا هقول لك هتعمل بلوك لمين؟ لحمدي. لا انا حمدي بدر صديقنا طبعا لازم طبعا جاله تحيه طبعا من هنا. ف بحيي حمدي بدر من هنا. تعمل له بلوك؟ لا ده حبيب قلبي ده. ده حبيب قلبي. انا هعمل له بلوك. انت؟ ماشي. مع مين بتقبل تتصور وتنزل صورة؟ تصور يا ابني، أنا عم بحب يعني اللي هيجي يتصور معايا يتصور معايا وقابل ناس تصور معاها وكل حاجة جميلة. طيب حسن بدنا نشوف نحن وياك أكيد قبل ما نختم حلقتنا بدنا نشوف. ما رحبتش بيا ده أولاً؟ لا نحن مرحبين وماشيين. مرحبين وماشيين. مكملين كمان. أنا عايزك كل شوية ترحب ماشي. فتفاعلك اونلاين راح نشوفه بالارقام، وهالارقام اكيد عم تعطينا اياها شركه انترناشونال وعالميه وهي سوشيال بيكرز يلي بتهتم بكل شيء خاصه بقراءه الارقام وتحليلها من ناحيه ستاتستكس والبيانات اللي موجوده، وراح نقدر نشوف هالنتيجه نتيجه اخر ثلاث شهور انت تفاعلت فيها على السوشيال ميديا ان كان فيسبوك تويتر ولا انستغرام، نتيجه تفاعلك على كل 1000 شخص من المتابعين لك، ونسبه العدد عدد الفولورز والفانز اللي موجودين. انا هطلع في الضياع. هطلع في الضياع. انت قد ايه بتتوقع تكون النتيجه عندك من 0 ل 10؟ واحد. واحد. اكيد انت يعني متفائل جدا بس انه خلينا نشوف انا وياك شو راح تكون نتيجتك. وهيدي النتيجه طبعا ان شاء الله السنه اللي جايه بتكون ضيفنا كمان تكون تحسن احسن نتيجه يعني طلعت للواحد ان شاء الله بتكون. اوعى تقول لي زيرو من 0 ل 10
النتيجه تفاعلك اونلاين. عايزين نسمع خبر حلو. يلا ان شاء الله. النتيجه 6.3. ده جميل جدا. ده جميل جدا بالنسبه لمستواي دلوقتي. مستواك دلوقتي، وانتبه اخر ثلاث شهور انت كان عندك حركه، يعني من العيد للوقت كان عندك حركه زائده، كانت على انستغرام ولا على فيسبوك رفعت. هي اللي رفعت النتيجه ان شاء الله. لو عملت البرنامج ان شاء الله وجدت لكم تاني باذن الله، 6 دي هتلاقي 9. هلاقيها 9. 9.3 هتلاقيني ان شاء الله. يعني برايي انا انه موضوع حتى لو شوي بمطرح بيكون متعب. أنا بدي بختام هيدي الحلقة، قبل ما نختم أنا وياك بدي صور فيديو. هيدا الفيديو بدي إياك تقول فيه أنك مرقت بهيدي الحلقة أو شو أخذت منها عبرة أو موضوع رح تنفذه خلال الأيام اللي جاي. جاهز؟ إيه جاهز. أوكي بدي أخذ تليفونك بتصورها أنا وياك. يلا. هلا أول شغلة بعرف أنك حتقول أنه آخر مرة. جاهز؟ اوكي. يا بدنا فيديو. اوكي جاهز يا حسن؟ اوكي قرب شويه. ايوه تفضل. البرنامج ده انا اتعلمت منه ثلاث حاجات ناوي اعملهم. اول حاجه شفت ان انا ضايع في تويتر خالص، فلازم ان انا اخد بالي من هذا الموضوع. تاني حاجه ان التفاعل مع الناس في السوشيال ميديا ده شيء مهم جدا جدا جدا، ولازم الواحد يبقى اكتر واكتر محافظ عليه عشان بيزود فعلا الجمهور والناس بتحب كده. ثالث حاجه ان هذا الشخص الجميل الملائكي مش هطلع معاه برامج ثاني. يعني دول الثلاث حاجات بصراحه. حبيبي حسن، نحن انبسطنا انك موجود معنا بانت اونلاين على تلفزيون دبي، وشرفتنا. انا انبسطت اكتر، وفكره البرنامج جميله جدا. الله يخليك. 40 ثانيه. حلو. عظيم. حلو جدا. عظيم. طيب حسن، دائما انت ضيف عزيز واخ عزيز. أوكي. وانا انبسطت كثير انك كنت موجود معنا بهذه الحلقه، وبتمنى لك النجاح الدائم بكل اعمالك اللي بتعملها، لانك انسان طيب وانسان بيستاهل النجاح. وبعرف انك بتتعب كثير على شغلك وبتعطيه من قلبك، فاكيد مش ممكن الا ما تحصد النجاح. ميرسي يا اسامه، انا متشكر فعلا ان انا كنت معاك النهارده في البرنامج، وانت دايما يعني البرامج اللي بتعملها بتبقى مختلفه عن البرامج العاديه، والفكره دي فعلا بتاعت البرنامج فكره جديده جدا. اول مره في حياتي اعمل برنامج بالفكر ده، وعاجبني موضوع الاحصائيات دي. يعني انا شخصيا طلعوا لي الجمهور اكتر في اي بلد وكده، فدي حاجه كويسه جدا. فان شاء الله دايما الواحد يلتقي معاك ويبقى في برامج جميله وعبر شاشه كمان مهمه زي شاشه دبي. وشكرا ليك ولكل الناس اتفرج علينا. شكرا. شكرا حسن. بس حسن ما قلت لي موضوع ايمي. طابع هشام. هلا احنا عم نخطب، بس قول لي يعني. هذا هو حسن الرداد اونلاين بحلقتنا لليله. انا بشكرك من جديد، بشكر كل يلي تابعونا بهالحلقه. اكيد موعدنا نحن وياكم الاسبوع المقبل بحلقه جديده من انت اونلاين. تصبحوا على الف خير.